السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتنا، قناة المعرفة للقصص والحكايات. حكايات نحكيها وقصص نرويها، وهدفنا إحياء الشغف وإعادة فن القصة والحكاية. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا بنقل المزيد إن شاء الله. وقصتنا لليوم بعنوان وصية ذهبية من رجل حكيم لابنه، وهي قصة من القصص الشعبية المليئة بالعبر، أرجو أن تنال إعجابكم. يحكى أن رجلا أعطاه الله المال الوفير، ولكن لم يعطه إلا ولدا واحدا وكان عن كبر سنه، لذلك رغب الوالد الشيخ الكبير في تزويجه وهو ما زال صغيرا في السن، إذ لم يكن حينها قد تجاوز 15 من عمره. وكلما انتقى الوالد فتاة لابنه رفضها الابن وبشدة، معللا رغبته في انتقاء شريكة حياته بنفسه. وعندما يأس الوالد من أمره، ولأنه يريد تزويجه بأسرع وقت حتى يتمكن من رؤية أبنائه قبل موته، وافق على رأيه، ولكنه عاهده بأن يفعل كل ما يوصيه به. على الوالد الشيخ الوصية، وعلى الابن انتقاء العروس التي يريد ويبغى، فأوصاه والده بأن تكون العروس ذات نسب وبكر، وعاده الابن بذلك. لكن بعد فترة قصيرة انساق الابن وراء رفقاء السوء الذين أشاروا عليه بامرأة جميلة، ولكنها لا تعود إلى نسب وقد تزوجت من عدة رجال، فأعجب بجمالها وتزوجها ونقض عهد والده. ومن أجل أن لا يضايق والده لم يخبره بالحقيقة وكذب عليه. مرت الأيام والشهور والسنين، وتوفي الوالد وابنه لم يرزق بالذرية بعد كما تمنى. وما أن توفي الوالد حتى أعلنت الزوجة عن إفلاسهما وأمرت الزوج بالعمل، ولكنه كان يرى أن عمله بنفس بلدته أمرا شاقا وغليظا على نفسه، لذلك أخبر زوجته بأنه سيعمل أي شيء ولا يتكبر على أي عمل، ولكن يصعب عليه أن يعمل بنفس المكان الذي لطالما تربى به وهو سيد من سادات القوم، لذلك يتوجب عليهما الرحيل معا لبلدة أخرى لكسب لقمة العيش بها. رفضت الزوجة وبشدة، وأصرت على البقاء في بلدتها وأنها لا تريد المغادرة، أما إن كان يريد كذلك فليفعل وهي تنتظره. وبالفعل رحل الزوج إلى بلدة أخرى طلبا وسعيا وراء الرزق، وهناك أوقفه حظه الطيب في تاجر كبير من كبار القوم. وبالصدفة وأثناء حديثهما علم التاجر بأنه الابن الوحيد للرجل الثري صاحب الأفضال عليه. سأله التاجر عن والده وأخبره أنه مات، وبعد موت والده أفلس. اندهش التاجر، واندهاشه الشديد جعله يسأل الابن بما أوصاك والدك. وعندما لم يفهم الابن السبب وراء سؤال التاجر، أوضح له التاجر مبينا أن والده كان رجلا حكيما للغاية وفحش الثراء أيضا، وسأله إن كان أوصاه بأن يذهب إلى شخص بعينه من أجل مساعدته. تعجب الابن وأخذ وقتا طويلا في التفكير، ولكنه لم يتذكر سوى وصية والده الوحيدة حينما أصر على زواجه وأن يختارها ذات نسب وبكر، وأنه قد كذب على والده وقص على التاجر القصة كاملة. كان التاجر ووالد الشاب تربطهما علاقة صلة وطيدة، ومن كلام التاجر عن والده تبين للشاب أن والده كان صاحب فضل عليه، وأن التاجر يبغي رد الجميل لصاحب الفضل عليه والذي توفي عن طريق مساعدته لابنه الوحيد. فأوضح التاجر أن هناك سرا يربط بين زوجته التي كذب على والده من أجلها وبين تركة والده الطائلة المختفية. استضافه بالتأكيد في منزله وتفكر في خطة لكشف الحقيقة. بداية سأله التاجر إن كان يريد مساعدته فعليه أن يتزوج من ابنته، فوافق الشاب على الشرط وحققه. وثانيا أمره بأن لا يقرب على زوجته إلا بعد عودتهما، وخلال هذه الرحلة سيعودان إلى منزل والده على كون ابنته جارية صماء بكماء، وبدور ابنته ستكون العين التي ستكشف بها الحقائق.
وبالخفاء أخبر زوجته بأن تطلي ابنتهما بالفحم الأسود ليتغير لونها، وتداوم الفتاة على فعل ذلك حتى يعود بها الشاب من جديد. وعندما وصل الشاب أخبر زوجته الأولى بأنه عمل ببلدة أخرى، وقد أثمر عمله وجلب لها جارية سوداء اللون على خدمتها وراحتها، وأنها صماء بكماء. وبالفعل مكث في المنزل 10 أيام، علمت فيه الفتاة كل صغيرة وكبيرة تتعلق بتدابير الزوجة اللعينة، فقد كانت على علاقة غير شرعية برجل آخر، وتنتظر بفارغ الصبر طلاقها حتى تجتمع معه. وقد ملأت خزنة سرية بالمنزل بالأموال والذهب، وأنها بين الحين والآخر تغدق على الرجل الذي تعشق. كشفت الفتاة كل أمرها للزوج المخدوع، فقام بإخبارها بأنه عليه العودة إلى حيث عمل واستطاع جني المال، وأنها ستذهب معه، لذلك عليها أن تجهز نفسها. رفضت الزوجة بشدة وطلبت منه الطلاق، معللة بأنها لا ترغب في العيش مع رجل فقير منعدم. طردها الشاب من المنزل الذي عرضه على الفور للبيع حتى يتخلص من كل ذكرياته الأليمة. ذهبت الزوجة الخائنة إلى الرجل الذي خانت زوجها معه، فالطيور على أشكالها تقع، وأخبرته بأن عليهما شراء المنزل مهما كلفهم الأمر، حيث أن به الخزنة المليئة بثروات الرجل الراحل. وبالفعل ذهب الرجل ليشتري من الشاب المنزل، ولأن الشاب على دراية كاملة بكل ما يدور بين الخائنين، أخذ يزايد في ثمن المنزل حتى وصل إلى أضعاف ثمنه المستحق. رجع الشاب ومعه زوجته إلى منزل والدها التاجر، وأثناء العودة هطل عليهما المطر الغزير، فتسبب في زوال اللون الأسود المطلي من على جسد الفتاة. وكلما انكشف لون الفتاة الحقيقي ازدادت جمالا، حتى أنها تلألأت في ضوء القمر الساطع، فافتتن بها الشاب وبجمالها، ونقض عهد التاجر وقرب منها، إذ أنه لم يستطع مقاومة شغفه بها. وعندما عاد أخبره بكل شيء، فرأى التاجر أن يقتص منه لنقضه بالعهد. قبل الشاب وقدم حياته ثمنا لفعلته، فرضي التاجر الوالد بقص يده. وعندما أتت اللحظة قدمت الابنة والزوجة الجميلة يدها فداء لزوجها، إذ أنها رأت أن قص يدها لن يعيبها، فهي ستظل ملكة في عيني زوجها، ولكنه سيعيب زوجها، فهو يحتاج إلى الذهاب والإياب من أجل عمله. سر الشاب كثيرا، لأنه وأخيرا علم الحكمة من وصية والده الشيخ، وحمد الله كثيرا لفضله العظيم عليه بنعمة مثل زوجته الصالحة.